اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. كما تحدثنا يعني قبل حلقه ربما عن يعني احاديث جينين بلاسكارت ممثله الامين العام للامم المتحده في العراق، سنتحدث اليوم عن حديث اجراه السفير الامريكي ماثيو تولر في مقابله، يعني تحدث في مقابله تلفزيونيه عن العراق ومما قاله في هذا الشأن. لابد أن نتوقف عند بعض نقاطه، وربما أيضا مثل ما فعلنا في الحديث عن جينيل بلاسكارت سنتحدث أيضا، سنفعل مثله مع ماثيو تولر السفير الأمريكي في بغداد. السفير الأمريكي في بغداد قال بالنص: العراق دولة مهمة جدا في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، قادرة على المساهمة في الأمن الإقليمي وتعزيزه. كلام قد يبدو أو هكذا يبدو في ظاهره كلام منطقي ومقبول وطبيعي وجميل، أن العراق دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة والعالم. نعم، وهو قادر على المساهمة في الأمن الإقليمي. نعم، متى هذا؟ يعني العراق دولة مهمة متى؟ ومتى يكون قادرا على المساهمة في الأمن الإقليمي وتعزيزه في المنطقة والعالم؟ متى؟ عندما يكون مستقلا، عندما تكون سيادته غير مفلومة، عندما يكون استقلاله ناجز، عندما تكون هناك حكومة وطنية ونظام وطني يرعى الشعب ويرعى مصالح العراقيين ويعرف كيف يتصرف معهم وكيف يتصرف بثروات البلاد. عندما يكون العراق مستقرا وقويا وعزيزا، هل العراق هو هكذا منذ عام 2003 عام احتلال أمريكا له حتى اليوم؟ يعني منذ احتلال أمريكا للعراق عام 2003 ودعمها لكل هذه الحكومات ولهذه العملية السياسية وما زالت تدعمها، هل كان المطلوب من العراق أن يكون قوية؟ أم كان المطلوب من والهدف من كل هذا أن يكون العراق ضعيفا؟ أن يكون العراق دولة بلا سيادة وبلا استقلال وبلا إرادة؟ هذا هو واقع الحال. 17 سنة من الخراب والدمار، العراق بلا خدمات، بلا سياسة، فوضى في كل شيء، فوضى سياسية، فوضى اقتصادية، فوضى اجتماعية، فوضى أمنية، فوضى في كل المجالات. والسياسات الطائفية التي تحكم، ودمرت البلد وأزحت كل مؤسسات الدولة، دمرت الدولة العراقية التي تأسست من عام 1921 لغاية 2003 بحجج واهية وبكذبات، ولكي تبنوا عراقا جديدا. هذا شكل العراق الجديد الذي بنيتموه 17 سنة من الخراب والدمار والسرقات والفساد والخراب. هذا هو المطلوب. إذا العراق لم يكن مستقلا في يوم من الأيام منذ 2003 لحد الآن، فكيف يسهم في استقرار الأمن الإقليمي وتعزيزه؟ كيف يكون يعني دولة مهمة إذا كان هو مشاعل للجميع؟ ربما مهمة لأنه الجميع تنهب منه، وأمريكا وإيران وغيرها يعني تسرح وتلعب على ساحته، هذه حقيقة مهمة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لأهله هو يجب أن يكون قويا ويجب أن يكون مستقلا ومستقرا. هل هذا حاصل؟ على السفير الأمريكي أن يقول للعراقيين قبل أن يعني يظهر هذه المانشيتات الكبيرة، هذه الإعلانات الكبيرة عن أن العراق بلد قوي ومهم جدا في الشرق الأوسط وبالنسبة للولايات المتحدة. دمرت العراق وأوصلت حاله إلى ما وصلت إليه، وما زلتم تدعمون الخراب، ما زلتم تقفون مع الباطل ضد الحق. الشعب العراقي سنة كاملة، شبابه على الأقل في آخر تظاهراته قتلوا وسحلوا أمام أنظاركم وأمام أنظار طياراتكم وتشخيصاتكم وأقماركم الصناعية، لكن ماذا فعلتم؟ مجرد بيانات للإدانة هنا والتنبيه هناك، وماذا فعلتم؟ وهناك قضايا في هونغ كونغ، يخرجون 20 من الصينيين يتظاهرون، الولايات المتحدة كلها تقوم قائمتها وتقف معهم، وفي دول كثيرة لا نريد أن نعدد.
لكن في العراق بهذا الشكل تعاملتم، وأنتم تعرفون داء العراق وأنتم أساس هذا الداء. هذه واحدة. قال من الممكن أيضا، تحدث أيضا، من الممكن أن يكون العراق قوة إيجابية لحل الخلافات في المنطقة وتحقيق النمو. العراق ممكن أن يكون قوة إيجابية. متى يكون قوة إيجابية؟ عندما يكون مستقلا، عندما يكون صاحب إرادته، عندما يكون سيادته كاملة واستقلاله كامل وجيشه وطني وقوى الأمنية وطنية وقوى العسكرية وقوى كلها وطنية ونظام وطني وإطار الذي يتحرك به وطني وثرواته مسيطر عليها من قبله، ويتعامل مع كل دول الدنيا ند للند، لا أن يكون تابعا لهذا وهذا، وأنتم تعرفون أنه تابع لكم وتابع لإيران وتابع للكثيرين، ولا تشكل حكومة إلا بموافقتكم وموافقة إيران وموافقة غيرهم. هذه الحقيقة. وبالتالي العراق كيف يمكن أن يسهم في حل الخلافات في المنطقة وهو مملوء بالخلافات؟ إذا كان لديه قدرة على حل الخلافات فليحل خلافات العراقي، يحل خلافات هذا النظام اللي جاء من 17 سنة وجاء بالفساد والخراب والطائفية والتدمير والتهجير، لحل هذه الخلافات. هذه ليست خلافات بسيطة، هذه خلافات بنيوية في أساس العملية السياسية، لحلها أولا وليبني نظاما وطنيا، وبعد ذلك يعني ليوزع خيراته على المنطقة ويحقق النمو. أي نمو من هذا إذا كان هو غير قادر أن يضع لنفسه خطة للنمو؟ من 2017 لحد الآن كل البنى التحتية التي كانت لدى العراق قد انتهت، لم يبني شيئا العراق. كل هذه الثروات يحتاج إلى أكثر من 12,000 مدرسة، الآن لديه أكثر من 6,000 إلى 7,000 مدرسة طينية، الطلاب بلا صفوف، 70 و80 طالب بالصف. هذه أمريكا تقبل أن تضع طلابها في هذا الشكل؟ كان العراق بهذا الشكل؟ هذا هو العراق الجديد الذي بنيتموه؟ هذا واقع الحال. هذا ليس له علاقة لا بسني ولا بشيعي، ولا هذا له علاقة بشعاراتكم التي ترفعونها عن الحرية والاستقلال والوقوف مع الإنسان والوقوف مع الدول وهذا الكلام الذي يطلقه السفير الأمريكي ويطلق كل مسؤول أمريكي. يقول أيضا الولايات المتحدة تسعى لمساعدة العراقيين الذين يريدون حكومة قوية وسيادة للقانون. ما العراقيين صار يتظاهرون لسنوات طويلة، أين يعني موقف أمريكا؟ لماذا أمريكا لا تعترف وهي الدولة الأولى في العالم ولا تخاف من أحد؟ وهم يقولون نحن لا نخاف من أحد، ونحن إذا أخطأنا نعترف بخطأنا. لماذا لا يعترفون بخطأهم بما ارتكبوه في العراق، بالذي جاءوا به للعراق إذا كانوا قد أخطأوا؟ أم أن واقع الحال هذا هو الذي أرادوه؟ الهدف منه هو أن يضعف العراق، أن يصل العراق إلى هذا المستوى. هذه الحقيقة. فكيف يريدون يعني سيدعمون الشعب العراقي، يدعمون العراقيين الذين يريدون حكومة قوية وسيادة القانون؟ الحكومة القوية هي الحكومة الوطنية، يسود القانون عندما الشعب، عندما الحكومة تحترم الشعب وترعى مصالحها، والشعب يهاب الحكومة ويحبها ويحافظ عليها ويحميها، وبالتالي تنتهي الفوضى السياسية والفوضى الأمنية والفوضى الاقتصادية والفوضى الاجتماعية، كل هذه تنتهي ويعودون أهله إليه ليبنوا هذا البلد ويضعون خطط للتنمية، خطط قصيرة وطويلة المدى، ويعمرون بلدهم. هل هذا مسموح به؟ يا سيادة السفير الأمريكي في العراق ماثيو تيلر، هذا مجرد كلام للضحك على الناس، محاولة لذر الرماد في العيون مثل ما يقال، لا يمكن قبوله. العراق بلد مدمر، وأنتم من قمتم بتدميره ودفعتم المجتمع الدولي كله ليقف مع الباطل ضد العراقيين. هذه هي الحقيقة. ولا العراق لا يمكن أن يصل إلى هذا الدرك الأسفل من التخلف والخراب والدمار إلا بمساعدتكم وإلا بوجودكم. وهذا ليس له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق، هذا له علاقة بالإطار الذي جئتم به لتدمير العراق وبأهداف احتلالكم للعراق. أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.